بمناسبة عيد القديس يوحنا المعمدان مقطوع الرأس وعيد شفيع كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك في رافيديا مدينة نابلس، ترأس سيادة المطران ياسر العياش النائب البطريركي العام للروم الملكيين بالقدس القداس الاحتفالي وراعي الكنيسة الأب يوسف سعادة والإقونوموس يعقوب أبو سعدة والأب عبد الله يوليو والأب ممدوح أبو سعدة والأب عيسى أبو سعدة والأب فراس الذياب وعدد من الشمامسة والجوقاء والراهبات والكشافة وأبناء الرعية. هذا وتعد هذه الزيارة لسيادة المطران العياش هي الأولى الرسمية للرعية في رافيديا، فقدم الأب سعادة كلمة شكر لله أولاً ولسيادة المطران ثانياً للزيارة الأولى والصلاة في هذه الكنيسة. وفي كلمة للمطران العياش الذي قدم التهنئة للرعية وللكنيسة بعيد شفيعها القديس يوحنا مقطوع الرأس، ودعا دائماً بالتمسك بالصلاة والوحدة والمحبة. أتذكر كلام المسيح أنت ثبت إخوتك، وبالتالي في المدينة قليل من المسيحيين المتواجدين ولكنهم يعملون أيضا ومعروفون لدى الجميع بأخلاقهم بسمعتهم الطيبة بسلوكهم بإيمانهم بشهادتهم للمسيح الحياتية فيما بين الناس، وأقول لهم أنه يجب أن نبقى دائما صامدين في هذه الأرض، في هذه الأرض، الأرض المقدسة اللي هي أرض المسيح. وهذا فخر إلنا كرعاة أنه يجي أسقفنا ومطراننا يتفقد رعيته ويشوف كهنته ويطمئن على أبناء الرعية، وهذا بقمة القداس الإلهي. فبالتالي شعور مغمور بالفرح والمحبة والسعادة أنه إحنا الآن محظوظين مع أمير الكنيسة وممثل السيد المسيح على الأرض يحضر هون ويترأس القداس ويعطينا بركته. جيت اليوم لحتى أشارك سيادة المطران في القداس الإلهي بمناسبة قطع رأس يوحنا المعمدان. بتأمل على إيد سيدنا المطران يكون في تغيير، والله يعطيه الصحة والقوة، وإن شاء الله يكون أيام كلها بركة وسعادة وفرح وسلام لأرضنا فلسطين. كل عام وأنتم بألف خير. وجميعنا جينا من جميع المناطق، بيت سحور وبيت لحم والقدس ورام الله، حتى إن نعيد الأب يوسف سعادة وأبناء رعيته وعائلته بهذا العيد السعيد. ومعنا سيادة المطران ياسر العياش، وهذه هي زيارته الرسمية الأولى إلى هذه الكنيسة، كنيسة يوحنا المعمدان المقطوع الرأس، وإحنا ماشيين على منوال سيدنا يسوع المسيح. اليوم كانت مشاركتنا حلوة في القداس بحضور سيادة المطران ياسر العياش ومع لفيف من الأساقفة والكهنة، وبمناسبة عيد الكنيسة اللي هي كنيستنا اليوم على اسم القديس يوحنا المعمدان. ونشكر سيادة المطران على قدومه لأنه يحتفل معنا هو والأساقفة، ونشكره على الكلمة الحلوة اللي دعا فيها للمحبة اللي إحنا بحاجة إلها اليوم. واليوم كان عيد الكنيسة، وبهاي المناسبة بشكر سيادة المطران على حضوره بالذات بهذا اليوم اللي هو يوم عيد الكنيسة. بنشعر أنه العيد له معاني عديدة بحضوره مع اللفيف من الكهنة، وكانت الوعظة كتير حلوة ومؤثرة وروحانية للغاية، كان في حضور كتير، وهذا بدل على تعطش الناس للإيمان وسماع كلمات الرب في المناسبات المختلفة. وكل عام وانتم بخير. وكما قدم الأب الصليب المقدس كهدية رمزية لسيادة المطران العياش. وبعد انتهاء القداس تقبل سيادة المطران العياش والكهنة التهاني في قاعة الرعية. للنورسات مارلين الحدوة من كنيسة القديس يوحنا مقطوع الرأس رافيديا مدينة نابلس.